شكرا حسام، التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021/2022 وجه الرئيس السيسي أيضا بإقرار علاوتين بتكلفة نحو سبعة مليارات و500 مليون جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وصرح المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي بان الرئيس السيسي وجه ايضا بزياده قيمه المعاشات بنحو 13% بتكلفه اجماليه نحو 31 مليار جنيه وترقيه الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقيه في 30 من يونيو القادم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان مشروعات الصرف الصحي مطلب مهم لسكان القرى ولها اثار ايجابيه على النواحي الصحيه والبيئيه جاء ذلك خلال متابعه مدبولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادره حياه كريمه واكد رئيس الوزراء ان مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفه تعد احد المشروعات الهامه التي ينتظرها ابناء هذه القرى حيث ستسهم في النهوض بالخدمات المقدمه لهم وتحسين جوده الحياه أعلنت وزارة الصحة خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147,767 حالة وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد تسجيل 631 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس مشيرا إلى وفاة 40 حالة جديدة. قامت وزارة الخارجية بإضاءة مبناها بكلمة دي داي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدبلوماسي المصري. وكانت الخارجيه قد اطلقت بهذه المناسبه فيلما عن تاريخها ونشاتها ومسيره عملها ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصريه وايضا رعايه المواطنين في الخارج ويسلط الفيلم الضوء على ابرز ما حققته الدبلوماسيه المصريه من نجاحات لا سيما خلال السنوات الاخيره تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدمت الشرطه في الاردن الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات على حظر التجول المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا ونشرت السلطات في الاردن عده الاف من شرطه مكافحه الشغب لتفريق المتظاهرين كما حضرت السلطات بعض التطبيقات لعده ساعات كانت السلطات قد مددت حظر التجول عده مرات منذ فرضه قبل عام كان آخرها يوم السبت الماضي وسط زيادة الإصابات بكورونا أعلنت مصادر أمنية عراقية أن سبعة صواريخ استهدفت قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضم أمريكيين والواقعة شمال بغداد ذلك في آخر هجوم من سلسلة هجمات مماثلة تنسبها واشنطن عادة لفصائل موالية لإيران في العراق وأشارت المصادر إلى أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار داخل القاعدة وقد أطلقت الصواريخ أو أطلقت من نوع كاتيوشا ومن قرية مجاورة في محافظة ديالا وهي نقطة حددت في الماضي كموقع أطلقت منه صواريخ استهدفت أيضا قواعد عسكرية اختتم النادي الاهلي استعداداته لمواجهه فيتا كلوب بطل الكونغو اليوم ضمن الجوله الرابعه للمجموعة الاولى بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وفي ذات البطوله اختتم نادي الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهه الترجي التونسي اليوم في استاد القاهره في رابع جولات المجموعة الرابعه، وستشهد المباراة الظهور الاول لمدربه الفرنسي كارتيرون. يتصدر الترجي المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط أما الزمالك فيحتل المركز الثالث حيث لم يحصد سوى نقطتين فقط حتى الآن مما يعني أن الزمالك في حاجة للفوز على نظيره التونسي لتعزيز حظوظه في التأهل للربع النهائي نهاية موجز التاسعة نشكر لكم طيب المتابعة نعود لاستكمال باقي فخرتنا في صباح الخير يا مصر بعد الفاصل